سجلت في الأردن يوم أمس 33 وفاة وحوالي 5180 إصابة جديدة بفيروس كورونا. ارتفع بذلك أعداد الوفيات إلى أكثر من 11,000 إصابة منذ بدء رصد الجائحة. حول الحالة الوبائية نستضيف رئيس لجنة الصحة في المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور إبراهيم البدور. صباح الخير وأهلا وسهلا بك. صباح الخير ستي ويعطيك العافية. نعم، ارتفاع الإصابات أو نسبة الإيجابية مقلق غير مقلق؟ أين نحن الآن بالنسبة للعالم والمنطقة؟ صحيح، يعني أعتقد الآن يمكن في حوار دائر في ما يسمى بالموجة اللي احنا الحالية اللي احنا فيها، وفي شيء ما يسمى بالمتحور الفريد الجديد اللي هو أوميكرون. الآن أعتقد هون لازم نميز بين شغلتين، إنه احنا الآن في موجة حقيقية، موجة ثالثة بالأردن برعاية ما يسمى بالمتحور دلتا اللي هو آخر واحد اللي احنا فينا الآن، يمكن 95% من الإصابات من هذا المتحور. الآن احنا في شيء ثاني حكينا ما قبل شوي فيه اللي هو المتحور الجديد اللي غالبية الناس تستنى بأخبار حوله. بلشت أخبار هون من هون تسرب إنه شو هو، كيف شكله، إيش الأشياء الخصائص اللي فيه جديدة، المطاعم إلى آخره. أعتقد الآن احنا في موجة ثالثة زي ما قلت لك، الأرقام كل ما لها ترتفع بدي أسميها. يعني احنا إذا إنك لاحظت النسبة كانت 6-7-10 وصلنا 10.5 ما قبل يوم أول امبارح لا كانت حوالي 9.5. أعتقد الأرقام اللي هي 5,000 6,000 4,000 هذا يعتمد على عدد الفحوصات. إذا عملنا كل ما عملنا فحوصات أكثر كل ما زادت الأرقام. يعني امبارح كان عندنا أو أول امبارح كان عندنا يمكن عبارة عن 56,000 فحص، لذلك كانت شفت الأرقام 6,400 6,500. يعني بدي أحكي بالنسبة لامبارح كانت يمكن فحوصات أقل شوي، لذلك الأرقام شوي نزل. النسبة زي ما قلت لك تتراوح بين 9.5 ل 10.5 صار لها حوالي أسبوع. الآن غالبية التوقعات إنه يمكن الأسبوع القادم راح يكون هو الذروة. نتمنى أن يكون الأسبوع القادم هو الذروة مبدئيا، بحيث أنه الأرقام تبلش تنزل، لأنه زي ما بنعرف أي موجة بكون فيها ارتفاع توصل لأعلى رقم في الارتفاع بكون فيه هدوء هيك منذ أسبوعين أرقام ثابتة، ومن ثم بصير فيه هبوط في الأرقام. هذا الذي يعني غالبية الناس مثل المتابعين لهذا الشأن بتمنى يكون الأسبوع القادم إن شاء الله هو الذروة. نعم. دكتور إبراهيم، دائما كان تخوف من سعة المستشفيات ومدى جاهزية النظام الصحي في الأردن في حال كان هناك موجة جديدة، إن نحن اليوم من هذا؟ صحيح، يعني إذا أنك بتلاحظوا غالبية الناس بيلاحظوا أنه بصراحة سعر الاستيعابية في المستشفيات المرة هاي أحسن كثير من المرات السابقة. يعني عندنا يمكن تجربتين اللي هي كانت الموجة الأولى والموجة الثانية. أعتقد يمكن السبب الرئيسي المرة هاي إنه الموضوع الاستيعاب في المستشفيات أعتقد كان عبارة عن جيد. بالنسبة للسبب الرئيسي أعتقد هو غالبية الإصابات هي بالأعمار الصغيرة. يعني إحنا بنحكي يمكن ثلث الإصابات 35% بعمرات وصلت 40% في لحظة معينة اللي هي من إصابات بين 12-18 سنة. هؤلاء الأطفال بصراحة بنصابوا، ولكن لحسن الحظ الحمد لله بتسمي هالدخولات عبارة عن بسيطة جدا، الحمد لله ما فيش ولا وفاة، الحمد لله يمكن ما في دخول ICU، ما فيش أجهزة تنفس. يعني هذا أعتقد السبب الرئيسي اللي لغاية الآن إحنا محافظين على الدخولات الاستيعابية. ولكن أعتقد في رقم مقلق شوي اللي هي نسبة الوفيات، وأعتقد هو رقم عالي نسبيا. يعني إحنا وصلنا يمكن ما قبل يومين حوالي 46 وفاة يوميا، هذا رقم أعتقد أنه عالي شوي. ولكن زي ما قلت لك كان التخوف الرئيسي، وحتى أي قرارات في المستقبل كانت ممكن تأخذ لا سمح الله في إغلاقات أو شيء، كان بيعتمد على قديش الاستيعاب بالنسبة للمستشفيات، أو قديش في دخولات يومية، قديش ممكن يكون في عندنا لا سمح الله ضغط على المستشفيات. ولكن أعتقد الأمور لغاية الآن جيدة بالرغم من الأرقام مرتفعة. ولكن زي ما قلت لك المرة هاي يمكن غالبية الإصابات ثلث الإصابات مبدئيا هي بالفئة العمرية الصغيرة بين 12-18 سنة. نعم. دكتور إبراهيم، ينصح من قبل بعض الدكاترة سواء عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي من أخذ الجرعة المعززة، وهناك تأكيد بأن يتم تجنب سينوفارم الصيني في هذه الجرعة، ما رأيك في هذا الموضوع؟ صحيح، يعني أعتقد الآن إحنا غالبية الأرقام اللي تسجل، إحنا كنا نقول زمان يمكن والأرقام حقيقية، يعني تقدر تحكي 85% إلى 90% من الدخولات هي من غير مطعمين، وفي إمكانية تحكي مثلا حتى نسبة الوفيات كمان بالنسبة هاي 85-90% من الوفيات من غير المطعمين. ولكن يمكن آخر فترة لاحظ الغالبية إنه حتى المطعمين
اكون معك صريح، صار فيهم اصابات. المركز الاوبئه الامريكي بيحكي الان عن الجرعه الثالثه، اتمصت يعني لازم غالبيه الناس اللي اخذوا جرعتين ياخذ جرعه ثالثه للحمايه، لانه بالنسبه للملاحظه العامه انه بعد 6 أشهر من تلقي المطعومين بلشت المناعه ضد هذا الفيروس يصير فيها هبوط تدريجي بدي اسميه، لذلك صار في اصابات مختلفه. لذلك الان اعتقد الجرعه الثالثه هي جرعه حامي مبدئيا، وهذا شيء كثير كويس. واعتقد انا يعني بدعو الناس جميعا اللي صار له مطعوم واكثر من 6 أشهر، يعني اخر مطعوم اخذه من 6 أشهر واكثر، يعني يذهب وياخذ المطعوم الثالث لزياده الحمايه. هذا كثير مهم وخصوصا مع المتحور الجديد، يعني احنا الان اعتقد يعني على اعتاب تسجيل اول حاله، يمكن لانه كانت عندنا الان في حاله محجوزه صار لها 3 أيام، الشكوك بتحوم حواليها، الان اعتقد في فحص جيني لها، ويعني حتى هذا من بشكل تحليل من وزاره الصحه ان الحاله يعني موجوده الان، ولكن نحن على اعتاب تسجيل اول حاله خلال الايام القادمه. فلذلك انا اعتقد انه المتحور الجديد هو اوميكرون، الارقام او الدراسات الجديده اللي بتطلع والاشياء الجديده بتحكي انه 3 جرعات من فايزر او 3 جرعات من المطاعم تسميها ممكن انها تاثر في هذا المتحور بحيث تحمي من الاصابه منه. لذلك الان احنا المفروض ناخذ الجرعه الثالثه مشان شغلتين، مشان الان انه نزيد الاجسام المضاده تبعتنا او الحمايه تبعتنا، هي عباره عن نقطه كثير مهمه. والنقطه الثانيه كمان انه المتحور القادم، لاني اعتقد مع دخول هذا المتحور الاسبوع الجاي اللي بعديه بغض النظر راح يصير في حالات اكثر، ممكن اذا في لا سمح الله يكون في موجه رابعه ممكن تكون برعايه اوميكرون. لذلك الواحد لازم يحمي حاله من الان بحيث يكون في عندنا 3 جرعات الان ماخذينين، بحيث نحمي حالنا من الشيء الموجود ونحمي حالنا من الشيء القادم. دكتور ابراهيم، يعني في المؤشرات العالميه كيف كانت اداره الاردن لهذه الازمه، او على الاقل اين نحن من نسبه الاصابات والوفيات من العالم؟ والله اعتقد انه ارقامنا كثير عاليه، يعني احنا عربيا بصراحه اكون معك صريح، طبعا في ناس بتحكي انه اداره جيده والى اخره، ولكن اعتقد الارقام عاليه جدا، احنا رقم واحد عربيا بصراحه في الارقام وفي الوفيات وغالبيه الاصابات، بصراحه نحن رقم واحد، وحتى عالميا بصراحه متقدمين جدا. اعتقد المشكله الرئيسيه كانت في عده ناس المشاكل، بالرغم انه نحن صراحه دخلنا المطعوم في البدايه، ولكن اعتقد المشكله الرئيسيه كانت في تسويق المطعوم، كان في عندنا مشكله رئيسيه بدي اسميها حكوميه في تسويق المطعوم. اذا انك يعني بتتابعي، احنا الان بصراحه ما عندنا ارقام عاليه في الناس المطعمين، وخصوصا في الفئات الاكثر خطوره، يعني بتحكي فوق 60 سنه 40% من الناس المطعمين، وهم يعني الوجبه السهله بدي اسميها لهذا الفيروس، لانه بعد مرات توصل 20% من الوفيات في الاصابات. نعم دكتور. نعم دكتور ابراهيم البدور، رئيس لجنه الصحه في المركز الوطني لحقوق الانسان، شكرا جزيلا.